ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وسأل الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبه الإسلام من أذية الناس كافة وليس المسلمين فحسب، فالمسلم من سلم الناس من لسانه، فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد. سلموا من يده، فلا يعتدي عليهم ولا يأخذ أموالهم بغير حق. وذكر صلى الله عليه وسلم اليد دون باقي الجوارح، فيدخل فيها اليد المعنوية كالغصب والاستيلاء على حقوق الغير، أو أن يعتدي على أملاك الغير، أو أن يتصرف بأملاكهم بغير إذنهم. وخص اللسان بالذكر لأن أكثر الذنوب من اللسان، وهو المعبر عن خوالج النفس وبواطنها،